بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم في هذا الصباح صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله يا شباب مع درسنا اليوم، والذي سنتعلم فيه كيف نستخرج البروبرتيز إذا كنا في المنطقة التي تحت الدوم، اللي هي الساتوريتد ليكويد فيبر ميكستشر. ويعتمد الدرس على نوعية الداتا التي أعطيت إليك. فلنبدأ بالتو انتنسيف بروبرتيز اللي هي البي والتي، ونشوف هل تساعدنا في المنطقة الميكست هذه التو فيس ريجن أم لا. خذوا لكم المثال التالي. لنفرض أنه أعطاك البريشر 47.39 كيلو باسكال، واعطاك التمبريتشر ب 80 درجة مئوية. على طول مباشرة انا وياك بنرسم ايش؟ نرسم التي في دياجرام، وبنحط الخط الخاص بال 80 درجة مئوية، وبنروح الجداول نبحث عن الساتوريشن بريشر اللي مقابل لل 80 مئوية عشان احطه هنا معاها. هحصل 0.4739 اللي هو 47.39 كيلو باسكال. ايوه، اتفاجأ انا وياك ان الساتوريشن بريشر اللي حطيناه هنا هو البريشر المعطى لنا. معنات انا هنا جوا الدوم، لكن وين؟ هل انا هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا؟ ايش سبب الغموض يا استاذ؟ سبب الغموض ان التمبريتشر لاين والبريشر لاين داخل الدوم هنا ما يتقاطعون، they are not independent، بل هما معتمدان على بعضهما البعض. اذا نقول بالله التوفيق انه اذا كان البريشر المعطى لك هو الساتوريشن بريشر عند الجيفن تمبريتشر، فانت تقع داخل الدوم ولكنك بحاجة الى ايش؟ الى انذر بروبرتي. ايش هي هذه البروبرتي؟ اصبر شوية، خل الحين برضو ندربك اذا بتستخدم البي في دياجرام. افرض انه اعطاك 6 كيلو باسكال، واعطاك الحرارة ب 36.16 درجة مئوية. حتكتب ال 6 كيلو باسكال اهو قدامي، وحتروح الى جدول A3 الى ان توصل 0.06 بار اللي هو 6 كيلو باسكال، وهذه هي الساتوريشن تمبريتشر، وحترسمها هنا. ايوه، لاحظ ان ال 36.16 اللي هي الساتوريشن تمبريتشر كورسبوندينج تو 6 كيلو باسكال هي الحراره المعطاه لك. فمعنى كذا انك انت داخل ايش؟ التو فيس ريجن هنا، وانك ما تدري هل انت هنا ام هنا ام هنا ام هنا، لانه ما يتقاطعون مع بعض. They are parallel to each other, over each other. طيب ايش النتيجه؟ ان النتيجه هي نفس النتيجه اللي فوق، انه اذا كانت الحراره المعطاه هي حراره التشبع الخاصة بالجفن بريشر، فكأنك يا أبو زيد ما غزيت، لأن الثنتين معتمدات على بعض وليس independent، فأنت بحاجة إلى another property. هذه الأذر بروبرتي الخاصية الإضافية ممكن تكون V specific volume، U internal energy، الانثالبي إلى آخره، وممكن تكون خاصية جديدة مهمة جدا في المنطقة حقة two phase region يتسمى الكواليتي، تسمى الكواليتي ويرمز لها بالرمز X. أوكي، طيب إيش هي الكواليتي؟ الكواليتي عرفوها بأنها تساوي حاصل قسمة الفيبر ماس في المنطقة هذه على التوتال ماس في نفس المنطقة. وبالشكل يتضح الكلام حقي. خذ لك الكونتينر هذا وليكن مغلق، اللي أسفل هنا عبارة عن ليكويد، واللي فوق عبارة عن الفيبر. الليكويد له ماس نسميها MF، والفيبر له ماس نسميها MG، وأيضا السبيسيفيك فوليوم is VG وهنا VF. الكواليتي تعريفها هي حاصل قسمة الماس حقت الفيبر على التوتال ماس of the system، والتوتال ماس of the system تراها تساوي MG زائد MF. كيف اشتقيتوها او كيف بتفيدنا هذه؟
كالمعتاد كنت أقول لكم عشان نتناقش مع بعض نبدأ من قاعدة متفق عليها، نشوف إيش الشيء اللي أنتوا تصدقوني فيه ونتفق عليه. الآن يا أخوان، هل أستطيع أو هل توافقوني أن الفوليوم حق السيستم الكلي يساوي الفوليوم حق الليكويد اللي هو VF والفوليوم حق الغاز أو الفيبر؟ حتقولون 100%. جميل جدا. الآن ألم نقل في الشابتر السابق أو ما قبله بين الاسبيسيفيك فوليوم الليتل V يساوي التوتال فوليوم على الماس؟ بلا يا أستاذ. إذا التوتال فوليوم إيش يساوي؟ حيساوي حاصل ضرب الماس في الليتل فوليوم. هذا الماس في الاسبيسيفيك فوليوم. إذا أقدر أعبر الآن عن الـ V بإيش؟ أهو الكابيتال V هنا بإنه MV، والكابيتال VF الفوليوم هذا الخاص بالفلويد حيساوي الماس بس حقت الفلويد في الاسبيسيفيك فوليوم حقت إيش؟ الفلويد. ونفس الشيء يقال عن إيش؟ عن الـ VG، حيساوي الماس الخاصة بالبيبر مضروبة في الاسبيسيفيك فوليوم الخاص بالفيبر. ولكن ألا توافقونني بأن التوتال ماس اللي هي هذه تساوي MF زائد MG؟ إلا نوافق، كلامك سليم. الآن بستخدم المعادلة هذه عشان أطير الـ MF. الماس حقت الفلويد اللي هي هذه حتساوي التوتال ماس ناقص الـ MG. فالآن إيش حسوي؟ شلت الـ MF هنا وحطيت بدلها إيش؟ M-MG. موافقيني؟ جداً. طيب الخطوة اللي تتليها اقسموا يا شباب المعادلة كاملة على التوتال ماس. ايش اللي هيحصل؟ اللي هيحصل كالتالي: ام هنا طارت، وام ماينس ام جي قسمت على ام، وام جي قسمت على ام. جميل جدا. ام على ام بكم؟ بواحد. وام جي على ام اهي، وام جي على ام اهي. الان هم عرفوا الكواليتي بانها الام جي على الام، فاقدر استبدل هذا الحد وهذا الحد بايش؟ بالاكس. هذه اكس وهذه اكس. بدخل لي هذا الفي اف اضربه في الواحد واضربه في الاكس، اهو في اف انتو 1 وهنا في اف انتو اكس. جيد، ايش الخطوه اللي بعدها؟ الان خذ الكواليتي اللي هي الاكس هنا عامل مشترك، هذه الاكس، وجيب الـ VG هنا وجيب الـ VF هنا بالماينس. معناته الكلام ذا احنا استفدنا الى الان ثلاثة معادلات هامة جدا، انه خلال الدوم قد يعطيك الكواليتي اللي هي الجودة، جودة البخار. يعني اذا كنت مثلا هنا عند الساتوريتد فيبر ستيت، في الماس حقت الفيبر هي كلها الماس حقت السيستم، فتكون النتيجة بواحد، وكأن الكواليتي تقول لك انه جودة البخار هذا او المكسجر عالي جدا، ون كله ساتوريتد فيبر وهو مفيد بالنسبة لي. اذا كنت هنا عند الساتوريتد ليكويد ستيت، في الماس حقت الفيبر هنا بصفر، فعبارة عن ليكويد هنا. وش كمان نستفيد منه؟ ونستفيد ايضا ان السبيسيفيك فوليوم ات اني لوكيشن هنا حسب طبعا الكواليتي يمكن حسابه بالمعادلة هذه. كيف؟ السبيسيفيك فوليوم اللي في المنطقة هنا اللي انت موجود فيها ما هو موجود في الجداول، لكن بدلالة المعادلة هذه او بواسطة المعادلة هذه هو دالة في ايش؟ في VF و VG وفي الكواليتي. يعني ال V هنا حيساوي VF مضافا اليه الكواليتي مضروبة في ايش؟ في المسافة هذه كلها اللي هي VG minus VF. وبعض الكتب زي الكتاب حق شنجل يعطيك ال VG minus VF، بينما كتابكم هنا حق موران لا، الظهر ضايق عليه المساحة في الجداول فبس أعطاك ال VF وال VG. ونفس الشيء يقال يا شباب إذا تبغى ال internal energy هنا. أوكي، لا توجد ال internal energy كعمود لوحده هنا في الوسط، انما اللي يوجد ايش؟ اليو اف واليو جي. فاذا تبغى الانترنال انرجي في المكان اللي انت موجود هنا فيه، حتساوي يو اف زائد الكواليتي اكيد حيعطيك اياها او لازم تجيبها في يو جي ماينس يو اف،
وبعض الكتب تسمي اليو جي ماينس في اف باليو اف جي، نفس الشيء يقال بالنسبة للإنثالبي. طيب الآن جبت الرسمة هذه من إحدى الكتب، مثلا الكواليتي هذا الخط حقها، مثلا إذا قال لك 20% أو 0.2 أو 0.4 أو 0.65 أو 0.85، يعني هذا هو توزيعها. إذن إذا كنا في الساتوريتد ليكويد فيبر ريجن وأعطاك البريشر والتمبريتشر ما نفرح فيها، لأن كل واحد منهم معتمد على الثاني، فأحتاج إلى مين؟ أحتاج إلى إكسترا بروبرتي. إذا كانت الإكسترا بروبرتي هي الكواليتي، خلاص مثلا لو كانت الكواليتي 0.85 فأنا أعرف أني وين في هذا المكان، وإذا عرفت أني في هذا المكان أقدر أجيب بقية الخصائص بالمعادلات الثلاث هذه V و U و H وحتى S بنفس الطريقة. طيب لنفرض أن اللي أعطاك الآن مش الـ P والـ T، لا أعطاك الـ Pressure أو الـ Temperature لكن مع واحد من الثلاثة هذولا الـ V والـ U والـ H. هذولا independent of each other، صح ولا لا؟ صحيح. طيب بما أنهم independent of each other حترسم مثلا الدوم مباشرة وتحط الخط حق التمبريتشر او البريشر بناء على المعطى لك، ولنفرض انه اعطاك الفي، اوكي، فترسم الفي جي والفي اف تحددهم، ولو طلع الفي المعطى هو ما بين الاثنين فانت حتما فين؟ في الوسط هنا، والستيت از فيكست الان. طيب ممتاز، خلاص ايش نحتاج؟ تحتاج تجيب الكواليتي عشان تجيب حاجات ثانيه. كيف تجيب الكواليتي؟ تجيب الكواليتي باستخدام المعادله هذه، خلني بكتبها لك هنا مرة ثانية. لاحظ الآن الـ V أعطاك إياه given، وبما أن الـ temperature أو الـ pressure معطاه فأنت تقدر تجيب الـ VF وتقدر تجيب إيش؟ الـ VG، وطبعا الـ VF معروف هنا، وبالتالي تقدر تجيب الـ quality. كيف؟ تأخذ الـ VF هنا على اليسار وتقسمه على VG minus VF، ولا لا؟ أيوة ممتاز، V minus VF على VG minus VF. ونفس الشيء لنفرض ان اللي معطى لك مش ال V اعطاك ال U، تطبق نفس الطريقة، نفس الطريقة U حيساوي UF plus X into UG minus UF، الجميع كله معروف ما عدا الكواليتي، وبالتالي تجيب الكواليتي بنفس المعادلة هذه ولكن تستبدل ال V's بال U's. طيب كذا الحمد لله خلصنا يعني المعالم الرئيسية لاستخراج الخصائص، والدرس ده مهم، خرجنا فيه ب يعني مجموعة كبيرة من الإكويجنز هنا. حنتدرب إن شاء الله في الفيديو القادم على تمارين بسيطة نسخن فيها ونزود أكثر لحد ما تتقنون مهارة استخراج الخصائص. أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.